الأرض الأيام اللي فاتت شهدت موجة من الزلازل القوية المتتالية اللي ما حصلتش من 130 سنة، وللأسف كانت الخسائر كبيرة جدا. ربنا يرحم شهداء الزلازل ويصبر ذويهم ويعافينا جميعا من الزلازل ولحظات الرعب والخوف اللي مروا بيها. ولكن قبل حدوث الزلزال بدقائق أو بساعات قليلة، الناس في سوريا وتركيا قالوا ان قبل الزلازل الاخيرة اللي حصلت لاحظوا ان الحيوانات بتتصرف بشكل غريب. فهل فعلا الحيوانات بتحس بالزلازل زينا؟ الحيوانات قبل الزلازل بيكون عندها نشاط غير طبيعي وبتتحرك حركات فجائية وما بتقعدش في مكانها ابدا، وده ممكن يوصل لساعة تقريبا قبل حدوث الزلازل. فيا ترى ايه السبب في ده؟ علماء سلوكيات الحيوان قالوا ان الحيوانات بتقدر تستشعر بعض الموجات الصوتية اللي ناتجة عن الزلازل في البداية، والموجات الصوتية دي عبارة عن تردد. احنا كبشر بنقدر نسمع الموجات الصوتية اللي ترددها ما بين 20 هرتز ل 20,000 هرتز، بينما الأصوات اللي أكتر من 20,000 هرتز أو أقل من 20 هرتز احنا كبشر مش هنقدر نسمعها. ولكن ترددات الأصوات اللي بيسمعها الحيوان بتختلف عن البشر، وده بيفسر ان بعض الحيوانات ممكن تنزعج مثلا من اجهزة معينة بتتركب في البيت، زي جهاز طارد الفئران اللي بيتركب وبيعتمد على انه بيعمل موجات صوتية عالية جدا ولكن غير مؤثرة على الانسان، ولكنها مزعجة للفئران بشكل كبير، وده اللي بيخليها تمشي من البيت على الفور. وده طبعا على سبيل المثال وليس الحصر. المهم ان هيئة المسح الجيولوجي في الولايات المتحدة اعلنت ان الزلازل عبارة عن نوعين من الموجات، الموجة الاولى اسمها P والموجة الثانية S. الموجة P انذار بالزلزال، ده بيكون صوت تردده عالي جدا اعلى من 20,000 هرتز، واللي طبعا الانسان ما يقدرش يسمعه او يحس بيه، وده من رحمة ربنا بينا. ولكن بعض الحيوانات بتقدر تسمع الموجة الاولية اللي هي P، وده بيكون قبل الزلازل بحوالي يعني المدة توصل ل 12 ساعة تقريبا. اما الموجة التانية من الزلازل اللي هي S، دي اللي بتسبب ان الارض تهتز، ودي كلنا بنحس بيها او طبعا باثرها. كل ما بقرأ عن عالم الحيوان بقول سبحان الله في خلقه، لان عالم الحيوان فعلا كله اسرار، وحتى الان العلم بيقدر كل شوية يكتشف حاجات جديدة وفي حاجات كتير لسه ما نعرفهاش. فلو انتوا بتحبوا الحيوانات تابعوا محتوايا، وياريت تدعموني بلايك للفيديو وتتابعوني على الفيسبوك وتعملوا لي سبسكرايب على اليوتيوب.